اكبر منذ دقائق اعتزال اسطورة اللعبة البيضاء او اعتزال اسطورة التنس رافائيل نادال، واللي كان ليه بيان او اللي كان ليه كلام من شوية على صفحته ان هو خلاص بيعتزل كرة التنس بشكل نهائي، وبيتكلم ان هو يعني الموضوع كان صعب عليه وان هو ما كانش بيتمنى ده، لكن الاصابات وخلافه هي اللي عجلت شوية بالموضوع ده، مع ان هو عنده 38 سنة وحقق كل حاجة، 22 لقب جراند سلام وكل الألقاب بصراحة يعتبر حققها خلال مسيرته الكبيرة مع لعبة كرة التنس.